السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الأولين يوم كان عندهم الرملة، في الرملة تعرف الرملة متشابهة بس كانوا يحدونها بالمناطق بالغاف، في منطقة فيها غاف يحدون باسم، أو مرات تلقى غافة روحها يحدونها باسم منطقة، باسم على الغافة حد معلم يحددون عليها اسم. والأول في الغاف يكون نوعين، تكون مثلها شوفوا سيدة يطلع هاي يسمونها عود، ومدورة يسمونها غافة، عود التوبة، غافات الأول يسمونها غافة ميناح، غافة أسامي كثيرة الأول عدوهم كل، أو غافة على اسم شخص. فسبحان الله الغافة المدورة يسمونها غافة، والعود والغافة يطلع سيدة يسمونها عود. شو كل مدورات إلا هذا تقريبا عود، وهذاك بعد معتوي بعد السيدة يطلع يسمونه عود. فالأول معالمهم الغاف سبحان الله معمل مئات السنين، فكل مكان بس أو شخص ساكن عندها المنطقة سبحان الله غافة فلان ولا غافة أم فلان على حسب الأشخاص، مثلا عود المطينة هذا عود عبارة غافة طويل أول ومسموها على مطينة، بعد يمكن طين حتى سموها مطينة مثلا، فهمتوا؟ فتحدد على أسامي الغاف لأن ما في معالم في الرمل كثر الغاف، فكل مكان حدوه باسم الشيرة. مهم أقولكم الغاف نوعين، تلقى الغاف طويل يسمونه عود والمدورة يسمونها غافة، شيرها مدورة، أما العود طلع سيدة سبحان الله ما تلقى له ظل دائرة، لا مستقيم ومعمل الغاف. يعني الأولين يقولك والله حد يذكره يدي يد يده يذكره، فمعمر ما تسني الغاف، غاف عندك والسدر الناس عاشت منهن حطبة وظل وغذا الإنسان الحيوان. فنبغينا نحضر بلادنا لازم نرجع الأشجار البرية تحمل عندنا. شوفوا كثرة لأن الغافة الله خلقها يعني للأرض الرملية فتعق وايد أوراق، فترجع تعيد بناء التربة، هذه التربة متماسكة، هذه التربة زراعية الأوراق إذا ما تكون رملة ما فيها غذاء، فتغذي الأرض سبحان الله. فعمر الوقت تلقى هالمنطقة تسود تغذي، بدل ما تكون تربة بيضة ما فيها عناصر تكون تربة فيها عناصر أكثر وماسكة للرمل. شوف المنطقة كلها ماسكة، شوف تمسك ليش وسودت حتى تكون تسود المنطقة. وباك 6-7 سنين باك سنين الغاف معمرة سنين كثيرة. ف بزراعة الأشجار البرية ترجع الأرض غادي خصبة غادي أفضل ويكهر الظليل كل ما يكون الحياة أسهل عند الأشجار، مو مثل الأرض يعني تكون قاحلة ما فيها شيء ما فيها شجر، صعب الحياة فيها لا ظليل ولا غذاء ولا شيء، يعني يقدرون يصيدون من خشبها ولا شيء من خشب أو من أي شيء من الشجر. شوفوا المناطق اللي فيها أنهار فيها أشجار تلقى تمركز الإنسان أكثر فيها عن المناطق اللي خالية من الأشجار. شوفوا الجمال، شوفوا إن شاء الله شوفوا النصة كلها ظليل، والله وصف الجنة بكثرة ظليلها وكثرة تشابك أغصانها، جنة سمى جنة بكثرة تشابك أغصانها.